افتح ليه صح فتح اللقطه دي بتاعتي انا اللي هفتح وليد يا وليد وليد يستنى بس خش مفيش حاجه اسمها وليد اقفش هنا يا وليد وليد طب انا اتخنقت انا عايز اخرج يعني انت لو خرجتي مش هتروحي تقابل الصايع بتاعك يعني هو انت ليه شايف ان هو صايع على فكره سيب بني ادم محترم وبيخاف عليا اه محترم طب المحترم ده بقى انا عملت تحرياتي عنه وعرفت ان هو بيضحك على البنات بكلمتين فاكيد ضحك عليكي بكلمتين عشان كده بتكلميني كده هو كل حاجه تحريات واخبار السلام عليكم احمد بيه السلام العربيه تمام بره يا باشا تمام يا وليد ماشي سمعتي بقى اللي انا قلت لك عليه معلش انا ساشجي انا اسف انا شغال عند احمد بيه بقالي سنين وعرفت من وانت عيله صغيره احمد بخاف عليكي وفعلا انا كنت قاعد مع الباشا وقاعد مع الراجل اللي بيقول له ان سيف دوت يعني بتاع بنات الولد ده من الاخر كده الدوسيه بتاعه وحش قوي بيعرف بنات كتير ازاي يعني ملوش دعوه على فكره وليد شغال بقاله معانا سنين ويعتبر واحد مننا وبيتكلم في مصلحتك زي ما انا بتكلم في مصلحتي ماشي يعني هتحبس يعني ولا ايه لا يا حبيبتي مش هتتحبسي معلش يا احمد انا اسف هي في السنه دوت بتبقى يعني على صغر شويه فانت ممكن حضرتك يعني تخرجها معايا وانا اوعدك اوعدك والله العظيم مش هخليها تروح تقابل الشخص ده خالص خلاص يا وليد انت فاهم هتعمل ايه اي مكان فيه الاستاذ سيف ده ما توديش ليها استاذه اجي فاهم احمد بيه سمعتي اجي زي اختي الصغيره مفتاح لا يا احمد بيه زي اختي الصغيره هاخد بالي منها في عينيك حاضر اتفضل انت فين وانا فين جيت لي منين بقول لك يا وليد اتفضلي يا انسه اجي هو ينفع تسيبك من كلام بابي وتوديني بيت صاحبك اللي هقول لك عليه وانا هديك اللي انت عايزه لا ما هو مش هينفع يا انسه اجي انت شايفه والدك قال لي ايه وبعدين ما ينفعش اكسر كلامه والدك بيخاف عليك يا استاذ اجي فاسمع كلامه مش هينفع وانا بقول لك وديني ما تسمعش كلام بابي يا انسه اجي والله العظيم احمد بيه منبه عليا ان انا ما ينفعش اوديك للولد ده وانا بقول لك وديني انت مالك يا انسه والله العظيم ما هينفع غصب عنك وديني انت كلام بقى هو انت اتجننت ايه اللي انت بتعمله ده انا اقول لك توديني المكان كذا يبقى توديهولي يا انسه اشجي صلي على النبي بالراحه احمد بيه محذرك من انك تروحي المكان دوت بلاش بلاش تروحي للولد دوت فعلا الولد ده شكله مش بيحبك انا زي اخوكي وخايف عليكي هو انت عبيط انت مالك بيحبني ولا ما بيحبنيش انت حيالله شغال عندنا شغال عندكم عندك حق يا انسه اشجي انا فعلا شغال عندكم بس انا بعتبرك زي اختي الصغيره وبخاف عليكي لو تفتكري يعني انا على طول ببقى واقف في صفك واقف جنبك وبقنع والدك ان انت تروحي اي حته بس فعلا الولد ده مش كويس باباكي عنده حق طيب بص يا وليد مش انت بتعتبرني اختك الصغيره انا يا سيدي مش رايحه عند الولد اللي بقولك عليه ده انا رايحه لواحده صاحبتي اخد منها حاجه وهنزل لك انت تعالى معايا اقف خمس دقايق خمس دقايق بس وانا هنزل لك ماشي تمام يا نسا اشجي بس بالله عليكي هم خمس دقايق بالظبط احمد بيه لو عارف حاجه زي كده انا ممكن اشي يتقتل لا 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 مش هعرف اي حاجه خالص الموضوع ده بيني وبينك ويا سيدي والله ده بيت واحده صاحبتي هاخد بس منها حاجه وهننزل على طول ماشي ما تفصلنيش بقى مش هفصلك اتفضلي ايه يا حبيبتي انت فين خلاص انا داخل عليا طب خلي بالك على نفسك يلا سلام بقول لكم ايه احنا دلوقتي هنعمل مصلحه جامده قوي البنت دي ابوها غني قوي معاه فلوس كتير وهي انا معشمها بالحب فهي تدخل دلوقتي عليا هنكتفها وهنصورها فيديو والفيديو ده هنصور ابوها بيه على فلوس لا يدفع وهنعمل عليها سيبك من الحفله احنا طالع لنا ايه هرضيكم لا ابوها يدفع لا اما بنته هتتفتح حلو ده امين يلا روح استخبى عشان دلوقتي تدخل عليا استخبى في اي حته ماشي انا هوريك سيف حبيبتي عامله ايه الحمد لله انت عامل ايه الحمد لله وحشين قوي على فكره انت كمان كنت عامل لك مفاجاه حلوه قوي بالنسبه عيد ميلادك بجد اه والله بس غمضي عينيك عشان اعمل لك المفاجاه افتح ليه افتح اللقطه دي بتاعتي انا اللي هكتفها وليد صور يا وليد وليد استنى بس خش مفيش حاجه اسمها وليد اقفش هنا يا وليد وليد ايه ده يا دي صاحبتك يا نساء اشجي وانت مين بقى انت ده رامي الغلابه حلو فاهم قصدك انت بقى العيال الحلو الباشا كان بيعمل تحريات عنه عارف بقى سبحان الله جات لك لحد عني جالك بقى اللي هياخد حق كل بنت انت لمؤاخذه جيت عليها شمرت دمك ليه وانت لوحدك هتقوم بينا احنا الثلاثه يا عم يا ابو انا بالضرب الاحمر وانت دلوقتي على الفرافيه امال عامل فيها عصب ليه يالا عاجبك الموقف اللي انت حطيتينا فيه ده انا اسفه والله انا ما كنتش عارف خلاص يا اشجي حصل خير الحمد لله احمدي ربنا ان انا سمعت صوتك وجيت لك وبعدين الحمد لله انت سليمه اهو قدامي طبعا انت شمتان فيا دلوقتي وهتروح تحكي لبابي كل حاجه
بالعكس خالص، والله العظيم ما شمتان فيكي يا بنتي، دي زي اختي الصغيره وبخاف عليكي. ما تعيطيش بقى، انا اعرفك من وانت عيله صغيره. بصي هو انا عايز اقول لك على حاجه، بس انا مش عارف هتيجي معاكي ولا لا، خايف لا تقولي هتفصلني. ممكن نقعد على الرصيف زي الناس العاديه؟ عايز اتكلم معاكي في حاجه. تعالي. انا ما كنتش عارفه ان هو هيعمل كده، كنت بحبه قوي. عارف يا حبيبتي انك كنت بتحبيه قوي، وكان بالنسبه لك احسن راجل في العالم، بس الحمد لله ان ربنا كشفه لك على حقيقته. انا عايز اقول لك نصيحه، بس خايف لا تقولي لي هفصلك. لا بص يا ستي، الشاب لما يجي يكلمك عن التحضر والانفتاح وانك تكوني منفتحه، ايه المشكله لما تيجي تقعدي معايا في البيت؟ انت فصيله ليه؟ ايه المشكله لما تيجي تقعدي معايا؟ ايه المشكله لما مدي ايدي عليكي والمسك؟ ده ما يكونش بيحبك، اللي بيحبك بجد هيحطك في مكانه عاليه كده، يعني بمعنى اصح كده لو هو بيحبك بجد عمره ما هيعمل كده. نيجي بقى عند النقطه اللي عندك، حتى لو هو بيحبك او ما بيحبكيش، لما يجي يطلب منك اي حاجه وانت توقفيه عند حده هيحطك في مكانه عاليه، وهيقول كده دي غير اي بنت انا عرفتها في حياتي، ما ينفعش اهزر معاها بالاسلوب ده، ما ينفعش اتعدى حدودي معاها. انما لو شافك سهله واديتي له اعز ما عندك هيشوفك رخيصه، هيسترخصك قوي، والله ما هيتجوزك بعد 100 سنه ولا هيحبك. انا ما كنتش عارفه ان هو هيعمل كده، انا كنت بحبه قوي. عارف والله، عارف انك كنت بتحبيه قوي، وعارف انك كنت شايفاه احسن واحد في الدنيا، بس انا عايز اقول لك على حاجه، الشباب بتوع اليومين دول اللي يقول لك احنا في 2024 ويكلمك عن التحضر وعن الانفتاح، فيها ايه لما تيجي تقعدي معايا في البيت؟ وفيها ايه لما امد ايدي عليكي؟ وفيها ايه لما المسك؟ ده ما بيكونش راجل اصلا، ما عارفش يعني ايه مبدا واصول. هقول لك انا يعني ايه مبدا واصول. مبدا واصول دوت يعني اكون متربي من راجل معلمني الصح، عارف يعني ايه الصح؟ زي ابوكي كده. على الحرام من دين يا ريتني كنت مكانه، بس اعمل ايه؟ انت اختي الصغيره. خلاص بقى ستي ما تفصلنيش بقى، يلا بينا. تكملت لو سبتك.